بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فهمنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. Anne Emrah Fiyar Rabbi Olhuni. Dayı Tesir. Nasıl bekler? Merhaba, sana da okuyayım. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Matlab. El-Mustahîn. Fi hakkı Resul. سؤال واجب حق الرسل، واجب في حقهم لمانة وصدقهم، وضف لها الفطانة، وكذا تبليغهم لما رووا. أربعة سين. فيستحيل أضداده. ويستحيل أضداده، نعم. سيف الحفظ، سؤال جميل. الحمد لله. المستحيل في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويستحيل عقلا وهو ما لا يتصور في العقل وجوده. نعم. هذا المستحيل. نعم. كما مر غير مرة في حقهم أي الرسل عليهم الصلاة والسلام أضاد هذه الصفات الثلاثة الواجبة لهم عليهم السلام، وهل الضاد المستحيلة ثلاثة أيضا مرتبة على ترتيب الصفات الواجبة. نعم. واجبة في حقهم لمانة وصدقهم وضف له الفطانة. نعم. ويستحيل ضده كما رووا. كما رووا. شو كمان؟ ويستحيل ضده. وواجب في حقهم لمانة وصدقهم وضف لها الفطانة، كذا تبليغهم لما رووا. ويستحيل ضدها، وكذا تبليغهم لما رووا ويستحيل ضدها. ويستحيل عليهم الصلاة والسلام أضداد هذه الصفات الثلاثة الواجبة لهم عليهم السلام، والأضداد المستحيلة الثلاثة أيضا مرتبة على ترتيب الصفات الواجبة. الأولى الكذب ضد الصدق. نعم. إن الصدق واجب لهم. نعم. وهو عدم المطابقة للواقع قولا أو فعلا أو اعتقادا. نعم. هذا الكذب. نعم. ظاهر. ظاهر. نعينا. الكذب ضد الصدق وهو عدم مطابقة للواقع قولا أو فعلا أو اعتقاد. نعم. وقدمنا الكلام على ذلك في الصدق. نعم. والثانية الخيانة. نعم. الخيانة ضد الأمانة. نعم. أنت فاهم سيدي؟ نعم. فاهم؟ نعم سيدي. سيدي الصدق اعتقاد مختين. السؤال خليه. إذا عندك إشكال اسأل عنه. والثانية الخيانة ضد الأمانة، وهي عدم محافظة على أوامر الله تعالى ونواهيه. نعم. كان واجب على الأنبياء والرسل أن يبلغوا الأوامر عن الله عز وجل. نعم. هذا واجب. وثانية الخيانة ضد الأمانة، وهي على المحافظة على أوامر الله تعالى ونواهيه القطعية والظنية. قطعية مثل صلاة الفرائض. نعم. الظنية
من صلاة الوتر. نعم. الوتر أرقى من صلاة الفجر. نعم. أرقى. نعم. هنا. والفرق بين الوتر والفرض كالفرق بين السماء والأرض. نعم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وجعل علينا خير الصلاة. نعم يا رب لك الحمد. والثانية الخيانة ضد الأمانة وهي على المحافظة على أوامر تعالى ونواهيه الخطية والظنية. ولهذا قال بفعل شيء مما نهوا عنه أي نهى الله عنه نهى تحريم مثل إيش كالربا والزنا وشرب الخمر قتل النفس المحرمة ونحو ذلك. أو نهي نهى عنه نهي كراهة تحريمية إن ورد فيها نهي من الشارع كالالتفات بالوجه في الصلاة هذا مكروه كراهة تحريمية. نعم. فإن كان ولا بد فاليوم بطرف عيني. نعم. أما الوجه لا يحوله. نعم. في قراءة تحريمية. نعم. في قراءة تحريمية يجب على المكلف أن يعيد الصلاة ما دام الوقت باقي. نعم. فإن خرج الوقت مضت صلى على الصحة. نعم. لكن في اسم هذا قضاء. نعم. وأما ديانة فيجب عليهم إعادة الصلاة ولا فرض. نعم. ديانة. نعم. قلناها عنه إنها كراهة تحريمية إن ورد فيها إله من الشارع كالالتفات بالوجه في الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات هلك. نعم. أخرج يوم الترمذي في أول السفر باب ما ذكر التفات في الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات مهلكة أو تنزيهية إن لم يرد فيها نهي وإنما اختلط ترك سنة كترك التسبيحات في الركوع والسجود قراءة تنزيهية. نعم. ولم يرد عنهم عليه الصلاة والسلام أنه فعل شيئا من ذلك. نعم. إلا أن المكروه تنزيها ربما فعله عليه الصلاة والسلام تعليما للجماس. نعم. كشرب الماء قائما ونحوه وتقدم الكلام على ما أشكل من الأخبار القطعية الواردة في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الصريحة في اقتراف الذنوب والعصيان والله ولي التوفيق إلى كمال الإيمان وصلى الله على سيدنا